يا رب نحن إليك محتاجون، يا رب نحن نستمطر رحماتك، يا رب نحن نرجو رفدك، يا رب نحن نتمنى عطاءك، يا رب نحن نريد أن تدركنا برحمتك، يا رب نحن نتطلع أن تنظر إلينا، يا رب انظر إلينا يا الله نظرة، يا رب نظرة، يا سيدي نظرة، يا الله انظر إلى هذه القلوب، هذه القلوب توجهت إليك، هذه القلوب خشعت بين يديك، هذه القلوب تدعوك، هذه القلوب تسألك، يا رب انظر إلينا، يا رب تحنن علينا، يا رب تعطف علينا، يا رب نسألك رفدك، نسألك عطاءك، نسألك خيرك، نسألك جودك. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، يا رب نحن ننتظر رمضان من العام إلى العام حتى نسألك، حتى ندعوك، حتى نستغيث إليك، حتى نتوسل إليك، حتى ننادي عليك، حتى نبسط إليك أيدينا، حتى نرفع إليك حاجاتنا، حتى نبثك أحزاننا وشكوانا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا الله يا الله يا الله، أنت أعلم بحالة كل واحد فينا، أنت أعلم بحاجة كل واحد فينا، أنت أعلم بطلبات كل واحد منا، نحن عبادك الفقراء. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم تداركنا برحمة من عندك، اللهم أغث هذه القلوب بأنوارك، اللهم تعطف على هذه القلوب بتجلياتك، تجلى علينا يا الله يا متجلي يا متجلي يا متجلي. المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله. مدنا بمدد التوفيق، مدنا بمدد العناية، مدنا بمدد اللطف، مدنا بمدد الحفظ، مدنا بمدد المعونة، مدنا بمدد الطاعات، مدنا بمدد الإخلاص، مدنا بمدد التوفيق، مدنا بمدد الرجاء، مدنا بمدد الحب. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا فرض علينا، وأمرتنا بالقيام فقمنا فرض علينا، وأمرتنا بغض البصر فغضضنا فرض علينا، وأمرتنا بالصدقات فتصدقنا فرض علينا. كل هذا لأجل أن ترضى. ارضى علينا يا الله، ارضى علينا يا الله، على أولادنا يا رب، على أزواجنا يا رب، على إخواننا يا رب، على أخواتنا يا رب، على من حضر معنا يا رب، على من سمع إلينا يا رب، على من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم ارض علينا يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا. أخبرنا أنك سريع الرضا. ارض علينا يا الله، ارض علينا يا حبيبنا، ارض علينا يا حبيبنا. رضاك أغلى من الدنيا وما فيها، رضاك أغلى من الدنيا وما فيها. اللهم أسمعنا صوت رضاك، اللهم أسمعنا صوت رضاك، اللهم أسمعنا صوت رضاك. يا غاية المنى يا رب، يا سيد السادات يا رب، يا ملك الملوك يا رب، واقض لكل واحد فينا حاجته، وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ويسر له أمره، وأصلح له زوجه، ورد له من غاب من أسرته. يا رب إن شبابا غابوا عن أهليهم، وإن شبابا مسجونين، وإن شبابا مفقودين. يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، رد كل بعيد عن أسرته إلى أسرته، معافا مسرورا مأجورا مبرورا، واحفظه في حله وترحاله، واحفظه في غيبته وحضوره، واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يسوده الحياء والإيمان والعفاف. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح. عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.